أنا هنا فوق أنقاض هذا المنزل الذي دمرته طائرات الاحتلال الليلة الماضية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. نشاهد هنا حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذه المنطقة، مربع سكني. هنا يحاول الشبان البحث عن مفقودين في هذا المنزل والمنزل المجاور أيضا. لفهم الصورة أكثر نقترب من لهم أقارب تحت الركام. حازم، عظم الله أجركم، شو اللي صار؟ اللي صار تلقينا خبر الليلة انه مرت اخوي واولادها كانت نازحين طبعا عند اهلها، طبعا لها اكثر من شهرين عند اهلها، انه يعني بيت اهلها اخطر امان من منطقة الابراج، لانه منطقة الابراج كانت مهددة، ابراج عند جالوت، ونزلوا الابراج. كانت نازحة هان، ضربوا الدار المنطقة هذه وشبه ابادة يعني. جينا هان لقينا اللي هو مرت اخوي، جوزها توفى لسه قبل سنة، راحت هي واولادها الله يرحمهم تحت الركام، يعني حضناهم كلهم هيك تحتيها وراحوا كلهم. عملية البحث عن المفقودين وقت طويل في ساعات الليل، صعب كثير طبعا. اللي صار الساعة 9:30 تقريبا قصفوا بيت سلمان، تضرر البيوت المجاورة، عندك آلي البحيصي في عندهم شهداء، في آلي دلول عندهم شهداء، في آلي أبو شمال عندهم شهداء، تقريبا 18 شهيد حتى الآن. في ثلاث فئة، طفلين وفي مارة تحت الركب رحمة الله عليهم. لأنه شاهد هنا في هذا المكان أيضا الحجم الدمار الكبير الذي يلحق بهذه المناطق، وتظهر وتعكس حجم الصواريخ وأطنان من المتفجرات التي تلقيها طائرات الاحتلال في هذه المدينة في منطقة دير البلح، حيث الاحتلال يقول للناس اذهبوا إليها إنها آمنة، لكنها لم تكن كذلك ولم تعد كذلك. وهذه الغارة أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وأيضا عدد كبير من الإصابات، تم نقلهم إلى المستشفى، مستشفى شهداء الأقصى. شاهد في هذه الناحية في كل مرة يكون فيها قصف تتضرر أشجار النخيل في هذه المدينة التي تعد موطن لهذه الشجرة، ثم بعد ذلك مع غارات الاحتلال العنيفة تسقط هذه الأشجار. باسل خلف، تلفزيون العربي، قطاع غزة.